بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سنتعرف اليوم على الفصل الأول من الجانب العملي في مساق قواعد البيانات. والفصل الأول يتحدث عن استرجاع البيانات بواسطة جملة سلكت. نبدأ على بركة الله. من أهم أهداف هذا الفصل هو فهم صيغة كتابة جملة سلكت بالـ SQL. طبعا لغة SQL اختصار إلى Structure Query Language أو لغة الاستعلام المركبة. متطلبات وأرشادات جمل السلكت: استرجاع البيانات من الجداول، استرجاع الحقول بأسماء مستعارة الالياس، استخدام العمليات الحسابية وأولويات تنفيذها مع السلكت، استخدام أداة الربط اللي هي double single line اللي هي concatenation، استخدام عبارة distinct لمنع تكرار السجلات، إظهار البناء الداخلي للجدول باستخدام كلمة describe لو كيف الجدول أو كيف العلاقة مبنية وإيش أنواع البيانات في كل الحقول، والتعامل مع قيمة null. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء في مصطلحات لازم نعرفها، إنه جملة select تستخدم لجلب بيانات الموجودة داخل الجدول. عند استخدام جملة السلكت لجلب عمود يسمى هذا بروجيكشن، أما عند استخدام جملة سلكت لجلب صف نسميه سلكشن. أيضا ممكن استخدام جملة السلكت ستيتمنت لجلب بيانات من أكثر من جدول، الجدول الأول والجدول الثاني، على شرط أن يكون بينهم ربط يسمى جوين. الصيغة العامة لجملة السلكت: سلكت نجمة أور، معناها هذه معناها أور ديستنت دون تكرار، كولوم اسم العمود، إكسبريشن صيغة معيارية، إيلياس اسم مستعار، فروم اسم الجدول. ولكن يجب أن تكون الأعمدة اللي أنت كتبتها في جملة سلكت موجودة ضمن الجدول هذا، يعني كل عمود موجود الاتريبيوت هذا اللي كنا نقول عنه اتريبيوت موجود ضمن اللي هو اتريبيوت تبعون الجدول. من اهم الارشادات لكتابة جملة سيلكت انه يمكن كتابة مكونات الاس كيو ال بالاحرف الكبيرة او الاحرف الصغيرة، يعني هي غير حساسة ولا تتأثر على جملة اللي هي جملة سيلكت غير حساسة لحالة الاحرف. يفصل بين الأعمدة اللي هو الحقول فاصلة. يمكن كتابة الجملة في سطر أو عدة سطور فذلك لا يؤثر على صحة الجملة. لا يمكن فصل الكلمات المحجوزة للغة أو اختصارها، والكلمات المحجوزة تسمى keywords أو reserved words يعني محجوزة، وهي مثل order by, select, from, where. مع التمارين سنتعرف على أكثر كلمات أكثر من هذه. يفضل كتابة الجملة في أسطر ليسهل قراءتها وفهمها. لا بد من الإعلان عن نهاية الجملة بواسطة فاصلة منقوطة سيمي كولون. إذا جملة السلكت تنتهي بسيمي كولون، أي جملة برمجية بتنتهي بسيمي كولون. وكذلك هي كلغة استعلام أو كلغة برمجية السلكت ستيتمنت للتعامل مع البيانات تنتهي بجملة منقوطة. ولكن بعض التولز اللي زي SQL Plus ممكن احنا ما نستخدمش فاصلة منقوطة معاها، لانه هي built already الكومبايلر تبعها بتعرف على نهاية الجملة. لو جينا لمثال استرجاع جميع الحقول بنقول select نجمة معناها جميع الحقول، يعني هات كل الحقول from department. طب ايش department هذا؟ جدول. نرجع للجداول اللي موجودة عندنا ونتفرج عليهم بال HR schema. طبعا احنا اول ما نشتغل بنشغل حاجه بسموها SQL command، بنعمل connect، نكتب connect con space hr على hr، هيك قال لي connect. طبعا احنا في عندنا برنامج ثاني اللي احنا تعاملنا معاه اللي هو ايه، اللي هو SQL developer. لو احنا رحنا شغلناه كده، انا اديتكم فيرتشوال ماشين وأديتكم اللي هو نسخة على الأوراكل موجودة على الورك ستيشن، فأنت ممكن تشغلها
وتعمل تسجيل لهذا البرنامج اللي هو اوراكل اس كيو ال ديفلوبر من خلال اللي هو الفيرتشوال ماشين اللي انا ادي لك اياها في المحاضرات. فانت لو شغلت كده احنا هروح هنا عندك هتلاقي كونكشن موجود. نرجع نشوف كيف بنعمل كونكشن على السريع. لو احنا حذفنا هذا الكونكشن وحذفنا الكونكشن الثاني ونشوف كيف بنعمل كونكشن على السريع عندك على الجهاز. ديليت يس. فاحنا بنروح على النيو. شايف كيف النيو بقول لي ايه؟ داتابيس كونكشن. داتابيس كونكشن بقول له موافق تمام. بقول اسم الكونكشن، اول كونكشن عندي اللي انا نزلت فيه اللي هو الداتابيس اسمه سيس، سميه سيس كون. طبعا هذه انت اي اسم يعني انت يعني بتشوفه مناسب سمي. فبحط سيس على ادمن از سيس دي بي اي، ممكن نكتبها كده نقول له تيست. فبقول لي ايرور، فانا بحتاج ان انا اكتب سيس. انت عندك ادمن وبنحطه كونكشن تايب الرول تبعته سيس دي بي اي وتست. فانا ايه سكسس. اذا هذا اليوزر نيم والباسورد. طبعا هذه البيانات ثابته عندي وعندك نفس الشيء. فبعمل كونكت تمام. بقول ادخل الباسورد كمان مره. دخلتها. اول شيء بتروح على الكونكشن اللي موجود هنا، بتعمل ايش اكسباند لهذا الكلام، بتروح على ايش اسمه اذر يوزرز، تيجي عليهم. في عند يوزر اسمه اتش ار، ايش اسمه اتش ار اللي هو الهيومن ريسورس اللي احنا حكينا عنه، بنحط له اديت يوزرز. وايش بنشيل كل الشيك على الشيك بوكس اللي هنا وبنحط له الباسورد اتش ار. وهنا الباسورد اتش ار بتاكد كيف كتبتها وحاله الاحرف الها، وبقول له تطبيق. حسبت ان انا في الخطوه هذه ان فعلت اليوزر اللي انا بدي اشتغل عليه، فعلت الداتابيس سكيما اللي انت هتشتغل عليها من خلال العمل تمام. نرجع مره ثانيه نعمل كونكشن ثاني. طبعا في عندي هنا البلس هذه هاي نيو كونكشن، فانا بدي اقول له هاي اتش ار لا سكيما او اتش ار كون يعني كونكشن اسمه اتش ار. الباسورد تبعته زي ما احنا حطيناها واليوزر نيم اتش ار، بنقول له تيست. هيك الكونكشن سكسس، يعني اخذ الكونكشن سترينج وعمل كونكت عليها. بقول له كونكت، اكد الباسورد، بقول له موافق. هي الاتش ار. طلع هنا عندنا اثنين ورك شيت، يعني مساحه عمل تنتين. في عندي للسيس انا ما بحتاجهاش حاليا، وفي عندي للاتش ار. هنا بقدر اكتب الكلام او الاوامر تبعت السلكت ستيتمنت. طيب اول امر بدي اكتبه سلكت نجمه. ايش يعني سلكت نجمه؟ اجلب كل الاعمده فروم تاب. تاب هذا مكان بخزن فيه كل الجداول اللي تابعين لليوزر اللي احنا دخلنا عليه اللي هو اتش ار. لو عملنا رن لهذا الستيتمنت بقول لي عندك 8 جداول، 8 جداول. طبعا عندك كونتريز، وعندك اللي هي الدول، ديبارتمنتس، امبلويز، ام ديتيلز اللي هو البيانات الاضافيه للموظف، الجوبز اللي متاحه عندنا في الشركه، الجوب هيستوري لو تنقل الموظف من جوب لجوب وترقى يعني، اللوكيشن المواقع للدوائر، الريجون المنطقه اللي تابعه لها الدائره هذه. طبعا هذا الامر مهم، هذا اللي نقولنا ليه لجلب جميع الجداول للمستخدم الحالي تمام. نجيب كل الجداول للمستخدم الحالي. طبعا لو احنا بدنا نوقفها هذه عن طريق كومنت بنحط ماينس ماينس بصير ملهاش قيمه. لو عملت رن ما بجيبش اي حاجه تمام، ما عملت ملهاش قيمه، هي عباره عن يعني ملاحظات. الجمله الثانيه مكتوبه سيلكت، نحول لانجليزي، سيلكت نجمه فروم امبلويز. لو عملت رن لها ايه جاب لي بيانات كل الموظفين والاعمده تبعونهم. اذا انا عملت سلكت لكل الاعمده وكل الصفوف، نجمه معناها كل الاعمده وكل الصفوف تمام.
طيب لو احنا بدنا نعرف كم صف رجع، طبعا هنا بقول لي فيتش 107، بنحط كليك يمين على اي مكان بنقول له كاونت رو، بقول لي انا عندي 107 رو، رو يعني صف، تمام؟ هيك احنا شفنا الكلام هذا، وطبعا هذا الكلام نفسه اللي بيظهر عندنا. اذا هذه مثال لارجاع جميع استرجاع جميع الحقول الموجوده عندي. طبعا هنا سلكت نجمه فروم ديبارتمنتس بتجيب كل الدوائر اللي موجوده عندي. طيب لو بدك تسترجع اعمده او حقول معينه فانت ما عليك الا تحط اسم الحقل. نجرب هذا الكلام عملي. لو احنا كتبنا هنا سلكت نجمه فروم امبلوي جاب لي اياهم، طبعا انا بدي فيرست، طلع من وين جبت فيرست نيم؟ لو اجينا للحقل هذا طبعا بكمل لك لحاله، لو اجينا للتيبلز روح على الامبلوي، هاي الحقول اللي مكونه له. طبعا في عندي رقم الموظف، الاسم الاول، لاست نيم، الايميل، الفون نمبر، رقم التليفون، الهاير ديت معناها تاريخ التعيين، الجوب اي دي الرقم الوظيفي، السالري الراتب، الكوميشن بي سي تي معناها العلاوه، المانجر اي دي المدير بتاعه، ديبارتمنت اي دي رقم الدائره. نرجع هنا ونقول له احنا بدنا الفيرست اندرسكور نيم. اذا هنا لو عملنا رن بجيب لك ايش؟ بس الفيرست نيم. طيب لو حطينا فاصله هنا وقلنا له لاست نيم بيجيب لي كمان مره اللاست نيم جنبه. واضحه هذه الكلام؟ يعني هذا الين ادل. لو احنا بدنا نرتبهم نقول لاست نيم بالاول، لاست نيم بجيب لك اياهم مكررين مره ثانيه. ها طلع لاست نيم ولاست نيم، لا احنا بدنا اللاست نيم والفيرست نيم. برضه نفس الشيء، شايف كيف؟ هنا الامبلوي اي دي رقم الموظف، حط فاصله وعملنا رن بجيب لك اياهم بالشكل هذا، هي رقم الموظف بالاول. طبعا ترتيب الاعمده ملهوش اي دور هنا، تمام؟ واضح؟ تمام. طبعا هنا خلصنا النقطه هذه اللي في عندي. ممكن نعمل عمليات حسابيه. كيف نعمل عمليات حسابيه؟ زي الجمع والطرح والقسمه والضرب. على مين؟ على الاعمده اللي موجودين. نشوف المثال هذا، بقول لك هات لي اللاست نيم والسالري والسالري زائد 300 فروم امبلوي. لو احنا اتفرجنا هنا على الاوتبوت بتاعه بقول لك هاي الموظف هذا راتبه 24000 صار 24300. طلع العنوان هنا تغير، هذا اسم عمود فيرتشوال ناتج عن عمليه حسابيه. نشوف الكلام هذا نطبقه عملي. اذا سلك وهنا حطينا ايش؟ السالري. لو حطينا السالري هيك وعملنا رن حيطلع لك خطا. ليش؟ بقول لك invalid identifier، يعني هذا مش متعرف عليه. طبعا لازم انت تكون، نحن زي ما قلنا لو حطينا الفروم هيك بتبقى ارتب الجمله، قلنا السالري لازم يكون اسم عمود موجود في جدول الامبلوي. طب احنا في حاجه اسمها سالري زي ما هي مكتوبه هنا، هنا ناقصه حرف الاي موجود جنب الاي، فاحنا بنروح سالري بالشكل هذا وعملناها رن فبيجيب السالري. ممكن السالري ونجيب السالري زائد 100، او سالري ضرب 100، او سالري ناقص سالري، تمام؟ اي عمليه انت بدك تعملها او قسمه 10 فبروح بجيب لك اياها بالشكل هذا. يعني اي عمليه حسابيه انت بدك اياها بتجريها بالشكل هذا. طلع كان 24000 صار 2400. هذه بالنسبه لمين؟ للعمليات الحسابيه. طبعا العمليات الحسابيه تجرى على الحقول التي تحتوي على ايه؟ على ارقام، على ارقام فقط، تمام؟ طبعا هذا بقول لك انه في اولويه للعمليات. لو انت عندك جمع وعندك ضرب، انت الضرب يكون قبل الجمع، فانت لو استخدمت قوسين معناها انه اجمع بعدين اضرب. نشوف هذا الكلام. لو قلنا 12 ضرب سالري وجبناها بالشكل هذا صار عندي 288000، قلنا له زائد 10 288000 10. لو احنا بدنا نزود السالري 10 وبعدين نضربه بنحط هيك اختلف الرقم عندي 228 120، لانه انا جمع بالاول واديته الاولويه انه يجمع. لو اديته اولويه انه يضرب، هي الضرب افتراضيا بتكون قبل الجمع، ترتيب من الشمال لليمين، تمام؟ التعامل مع القيم الفارغه، قلنا النل فاليو هي لا تساوي صفر، هي عباره عن قيمه غير معروفه او غير متوفره، قيمه غائبه، تمام؟ القيمه الفارغه لا تساوي صفر او لا تساوي كمان مسافه فارغه.
نجرب الكلام هذا ونجيب الكوميشن، لو احنا بدنا نعيد المثال هذا ونتدرب بالبيت بناخذ الصوره عن هذه وبنروح بنكتب هنا السالري والكوميشن بتاعه، كوميشن علاوه. طلع عندي هان هذا الموظف الاولاني رقم 100 ما له علاوه، لو نزلنا هنا بنلاقي انه الموظفين الثانيين لهم ايه علاوه. فالنل هذه لو انت جمعت لها اي قيمه بتتم نل، دير بالك من النقطه هذه، شايف هذا كلهم نل، لكن مين هذه انجمع لانه هذه لها قيمه موجبه او قيمه معرفه، فجمع ال 100,000 للقيام الاخرى. لازم ناخذ بالنا من النقطه هذه جدا، هنتعامل معها في المحاضرات الجايه ان شاء الله. بالنسبه للقيم الكوميشن، طبعا هنا طلع لك الرواتب للناس اللي لها كوميشن. طبعا هذه الجمله تطلع كيف لو احنا عملناها، لو احنا ضربنا السالري ضرب الكوميشن، طبعا لقينا انه هذا كان ياخذ سالري وحطينا هنا سالري، نتاكد المعلومه هذه، فاحنا بنلاقي السالري هذا تم زي ما هو، السالري زائد الكوميشن مالوش اي حاجه، لكن هنا لاحظنا انه هذا الزلمه صار كان ياخذ مثلا 100 10,000، السالري ضرب الكوميشن يعني جايين هم كمان 3,000 زياده. كيف بنجيبها هذه؟ بنقول هذا الكلام السالري زائد السالري ضرب الكوميشن. طبعا احنا بنضرب بالاول بعدين ايش بنجمع الكلام هذا وبنقول عنه بالشكل ده، بتطلع الصيغه هذه زي ما انت شايف. طبعا هذا ايه صار عنده راتب وزاد، عشان توضح الشغله هذه حط انت قبلها سالري، فبصير بيطلع ايش الراتب تبعه لكل موظف بشكل هذا، هاي قيمه الراتب، هاي الراتب قبل العلاوه وهي بعد العلاوه، هاي قبل العلاوه وبعد العلاوه، هيك بنكون احنا قدرنا نجيب الراتب صف الراتب له. طب والناس اللي لها نل حنتعامل معاها قدام. بخصوص الاسم المستعار زي ما انت شايف انه في عندي اسماء مستعاره هنا، ايش يعني اسم مستعار؟ بدل ما انا اطلع الاقي الكلام هذا والعمليه الحسابيه الكبيره هذه، ممكن اقول عنه هنا ايه نسميها، نحط هنا كلمه از ونقول له توتال سالري، نقول له توتال الكلي. شايف ايش صار عندنا الكلمه هذه كلها، العمود صار اسمه ايه توتال، وبقدر اتعامل معاه انا كمان تحت. طبعا ممكن نفصلها نحطها تحت بالشكل هذا عشان تكون واضحه، سالري صار اسمها توتال. طيب الفيرست نيم واللاست نيم والشكل هذا ممكن نقول عنه از فاميلي، الفيرست نيم او نسميه هنا طلع اللاست نيم نقول از فاميلي نيم، از فاميلي اندرسكور نيم صارت عندي بالشكل هذا، طلع كان لاست نيم صار عندي فاميلي نيم. انت بتحط اسم مستعار للعمود حتى لونه بيختلف عن الاسماء الثانيه، تمام؟ هذا اسمه اسماء مستعاره. طبعا ممكن احنا الاسماء المستعاره بقول لك هنا انه انا ممكن ما استخدمش الاز واسيب سبيس وراهم، بصير عندي اسم مستعار برضه، يعني كانه بياخذ اي اسم ورا المتغير اللي هو الاسم العمود او اسم الحقل كاسم مستعار له. نشوف هذه برضه نفس الشيء، ولكن في حاله انه كان بينهم سبيس طلع فراغ بين الكلمتين، بقول لك يفضل انك تحطهم بين تو كوتيشن. شايف كيف؟ بين تو كوتيشن، فصارت هذه ايه؟ فاميلي نيم. لو كان بينهم سبيس حطهم بين تو كوتيشن لو كان وراه، تمام؟ هذه بنقول له از، ممكن نفس الشيء از توتال سبيس سالري، صار يعرفها ان كلها هذه عباره عن اسم مستعار للحقل اللي قبله، طول ما فيش عندي فاصله لحد ما يلاقي الفاصله عندها، تمام؟ جرب كم مره، هيك طلع عندي توتال سال زي ما انت شايف. طبعا امثله الاسماء المستعاره هي احنا حطينا امثله، في حاجه بسموها كونكاتينيشن، وهذه كونكاتينيشن بتتعامل انه تربط نصين، ربط عمود او سلاسل من الحروف مع عمود اخر، تمام؟ وبنتج عباره الناتج عباره عن عمود مجموعه من الحروف اللي كانت موجوده عندي. طيب لو احنا الراجل هذا الامبلوي بدنا نقول عنه مستر، طلع مستر، كيف بنحط مستر؟ مستر بتحطها بين تو كوتيشن زي كده، وبتجمعها مع مين؟ كونكات اللي هي الشيفت
وجنب حرف الدال هذه صارت عندي ايش بيطلع قدامه مستر بالشكل هذا. شغل الكلام هذا مستر انفاليد. طيب كونكاتينيشن مع هذا نشيل الفاميل عشان انا بس تكون واضحه معانا. مستر مع اللاست نيم بقول لك مستر انفاليد ايدنتيفاير. طيب لو احنا حطينا مستر بشكل هذا شايف صارت عندي نص. ايش سويت انا؟ هذه كانت دبل كوتيشن، فبقول لك انت تتعامل مع سلاسل الحروف، بتعامل هذه مع بتعامل معها دبل كوتيشن بس في الالياس. طب وهذا ايش سوينا هنا؟ اخذنا سنجل كوتيشن عشان نتعامل معها كنص، فهيك صار يقول لك ايه؟ عندي مستر بالشكل هذا. طلع مستر كينج. لو انت بدك كمان مسافه بس حط له كمان كونكاتينيشن. حط هنا مسافه. قد المسافة بدك اياها بتحطها بالشكل هذا، صار ايش يوضح؟ مستر وسبيس اللي انت حطيت المسافة اللي كانت انت موجودة عندك. طبعا انت ممكن تاخذ الكلام هذا كله تستغله مع حالة تصير ايش اللاست نيم، شايف كيف؟ وتحط هنا بينهم مسافة. فصار يتعامل مع المستر لاست نيم فيرست نيم، وهنا نقول له از فول نيم. فول اندرسكور نيم. طيب نشوف ايش بيصير عندنا. صار مستر لاست نيم از فول نيم، شغلناها بالشكل هذا. صار مستر كذا ايش فوق فول نيم. طيب لو احنا بنستخدم فول نيم، فول اندرسكور نيم ما عرفهاش هنا، فول نيم اللي هي ايه اللي انا استخدمتها هنا، كنترول سي كنترول في، ما قدر يتعرف عليها نهائيا لانه هي الياس لهذا. تمام، هيك احنا وصلنا انه نتعرف كيف نستخدم الكونكاتينيشن زي ما انتم شايفين. طبعا هذا الشغله بتيجي مع التدريب. طبعا هذا بيقول لك انه لاست نيم مع از، جربها برضه كيف انت تتعامل معاها لوحدها. طبعا عشان تعرف الجدول هذا ايش المحتويات اللي فيه، فانت محتاج تكتب ديسك، طلع ديسكرايب امبلويز، وعملنا ران. ايش بيطلع لك هنا؟ بيطلع لك الوصف تبع الموظف. ايش بيكون عندي؟ طلع الامبلوي اي دي نوت نال، نمبر نمبر يعني نوع بياناته، هذه فاريبل كاركتر يعني اللي هو نص متغير 20 طوله. طبعا هذا الكلام شرحناه بالنظري. نوت نال هذا عباره عن كونسترينس، عباره عن شرط اللي هو الكونسترينس اللي اخذناهم. هذا فار كاركتر طوله 25، هذا هذا 20، هذا نطنل. يعني ليش نطنل؟ يعني يجب ادخاله، عند الادخال يجب ادخاله. طبعا احنا عرفنا هنا هذا عباره عن سالري، عباره عن نمبر بتكون من 8 خانات وفصلتين. الكوميشن عباره عن نمبر من خانتين وخانتين بالعشره. المانجر اي دي نمبر طوله 6، الديبارتمنت اي دي نمبر 4. 4 يعني الماكسيمم 4، لكن انت ممكن تستخدم اصفار. هنا ممكن يستقبل نال معاك، طلع لا دقينا الكوميشن جاي نال، لكن هنا بتلاقي واحد مالوش جوب اي دي، لازم يكون له جوب اي دي. طلع هنا لو احنا جبنا جدول الموظفين هذا وعرضنا الداتا، طلع هنا جينا هنا للداتا هنا، طلع للجوب اي دي كلهم مالهم جوب اي دي. شايف؟ طبعا احنا مش معنيين باسماء جوب اي دي يعني باللغه الانجليزيه، لكن احنا بنتعامل مع الداتا بيس هذه لانه هذه الداتا بيس جاست فور تريننج يعني للتمرين. طبعا هنا بنقول احنا خلصنا الوحده الاولى، او الفصل الاول. تعرفنا كيف نسترجع البيانات، استرجاع الاعمده محدده، كيفيه التعامل مع العمليات الحسابيه، كيفيه اعطاء اسم بديل للاعمده، كيفيه التعامل مع القيم الفارغه، وكيفيه حد التكرار. طب ايش يعني حد التكرار؟ نشوف كيف بنحد التكرار. لو اجينا للورك شيت هذا قلنا له سيلكت، طلع سيلكت اللي هو امبلوي اي دي فاصله ديبارتمنت اي دي فروم امبلويز. ايش معنى الكلام هذا؟ هات لي رقم الموظف ورقم الدائرة من جدول الموظفين. طيب لو انا شلت هذا وحطيت له
distinct. distinct معناها ما تكررش. تعال شيل distinct هذه مبدئيا وقول له هات لي أرقام الدوائر نشوفها كم. طف رجع لي count 107. طيب لو أنا حطيت distinct وعملت له run طلع لي كم count؟ طلع لي 12. ايش يعني الفرق بين اللي كانت 107 و12؟ الديستنت كان بالبيانات بدون تكرار. بدون تكرار معناها اديني ارقام الدوائر اللي فيها موظفين. الديبارتمنت اللي كانت هي عباره عن كل الصفوف اللي موجوده للديبارتمنت اللي عندي. اذا هذا عدد الدوائر اللي فيش فيها موظفين اللي في الاول كانت كل ارقام الدوائر. طيب نجيب مثال ثاني نقول له لاست نيم ونعمل ران ونعده كاون. كم واحد عندي؟ 102. لكن لو انا شلت الديستنت حيكونوا 107. 100 نعدهم كده 107. معناها 107 و102 عندي خمس موظفين من عيله واحده. عندي خمس موظفين من عيله واحده زي هذا بايده وبايده. تمام؟ نشوف ايش كمان بتكرر. في كتير يعني متكرر. طبعا في عندي عائله طلع هنا كينج وكينج. تمام؟ فهذه العائلات تكررت. فانا بدي يعني عدد العائلات بدون تكرار كم واحد من كل عيله مثلا. فانا ايش بحط هنا؟ distinct معناها انه ما تكرر البيانات هذه. هذا والله المستعان. واتمنى انكم تتدربوا على الوحده هذه ان شاء الله عشان نكمل الوحدات الثانيه. وبارك الله